شوف بسألك سؤال، احنا قاعدين نتناقش عن سؤال وبسألك اياه وانت عطني اجابتك. اوكي. قاعدين نتناقش انا والعيال، نقول لو انت مثلا الحين ربي ردك وسامة، يعني مرة وسيم، ما في احد يقول يشوفك الا يقول هذا وسيم، هل تشوف من وجهة نظرك انك عادي انك تكون شايف نفسك؟ انا اصلا شايف نفسي وانا مو وسيم وانا لسه زي ما لوحدي وايفينا يا سلام. شنو؟ لا شنو هذا كعك ولا شنو؟ وش تسوي كذا؟ لا هيك هيك سوي هيك يا اخي نعدل. بابا انت جاي سوال عنكبوت هذا يلا كذا. شوي هذا الاصبع عدله، سوي هيك كذا عدل. يا ويليك والله ما صدق يا بعد عمر الله يخليك، والله تهرجني صراحة، انت مؤدب زيادة عن اللزوم يا خنبات. هذا عندي ابن عمي وحق لا اله الا الله، حتى بالواتساب حاط صورتك. انا بالجيش. الله ينصركم ويحرسكم باذن الله. بس انت شكلك مو غريب علي. جديات منو انت بشرفك؟ انا اسمي ريبر. لا ما اصدق، انا مستحيل. لا والله بالعكس، انا صراحه الفرحان بشوفتك. انا ما جاي اصدق، خرب انك. سامر جرماني متصنع. ايوه اللي ما لا انا ما عندي شان. شوف انا ما اغلط على الرجال، رجاني يعني انسان ما احب محتوى وما احبه خلاص، يعني على شغلط عليه على شكرها على شف الشر عليه. يا ريت الناس كلها مثلك، بس صراحه اني يعني كانسان همين مثلك، لكن اقول سامر جرماني يا اخي صدق متصنع. خي ولي يا اخي شنو هالبشر هذا؟ مو خي ولي، هو كبشر هو حتى ذا متصنع، بس عافيه عليه بنفس الوقت، وبنفس الوقت محقق له نجاح، سوي نجاح لنفسه. يعني ماكو بشر مجبور يسقط بشر اليوم، انه انت شخص ما يعجبك اللي عيقدمه هو، خلاص انت ما يعجبك اكو غيرك يعجبه اللي هو عيقدمه. طب للتيك توك شكر رايبر، شكر ما ادري شنو، شكر يا اخي اسد عوف، الرجال ما يطلع شكر. شلطش تبدينا انت يوميا جاي شكر رايبر.